نذهب إلى تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي، وإحنا في قفزة ويعني طفرة مش ملاحقين عليها. معي المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات. مصطفى، إحنا مش لاحقين ما بين نعمل لقاء في التاني ونجد قفزة ما نلحقش عليها. كلمني أولاً على تشات جي بي تي 4.0، لو اسمه كده، اللي هو The New Version، النسخة الحديثة من تشات جي بي تي اللي خلاص جننت العالم. اهلا استاذه لميس. هم طبعا احنا ذات نفسنا اللي شغالين في المجال مش ملاحقين خالص. فعلا هم وتيره التطور سريعه بشكل عنيف. تشات جي بي تي 4 اومني تشانل، اللي هو تشات جي بي تي 4، فاجئت اوبن اي اي العالم كله ان نزلت النسخه ديت مدعومه ب تشات جي بي تي 4.5 تربو ببلاش، مش محتاجة تدفع لي $20، وبتقدر ان هي تشوف وتسمع. تشوف وتسمع، يعني ايه يا مصطفى تشوف وتسمع؟ يعني الاول انا كنت بتعامل معاها من خلال ان انا بكتب لها وهي بترد عليا كتابة او صور. دلوقتي انا بقيت اتكلم معاها وهي بترد عليا كلاما برضو، فاصبح معايا كأنه انسان عنده كل المعلومات اللي لمتها تشات جي بي تي، وبيتكلم بلهجات مختلفة. يعني أنا في تجربي معاه بقول له كلمني عامية مصرية، بيكلمني بيقول لي ازيك يا حبيبي، أكيد طبعا، يعني كأنه ابن بلد كمان. يعني هو بيرغي معاك وياخد ويدي وفي تفاعل. ده هم كمان سبحان الله هم خلوه يبقى دمه خفيف، وكمان يعني فلورتي، بيعاكس كمان بيعاكس تشات جي بي تي، كمان. بيعاكس كمان. لا لا لا، احنا وصلنا لمراحل رهيبه. طب يعني عايزه، طب ما تيجي نجرب التجربه دي سوا دلوقتي. كلمه كده واساله على اي حاجه، اساله على المحشي، تعالي يلا اساله على اي تعالي حاجه، يلا. قول له المحشي مثلا في مصر بيعملوه ازاي، محشي ورق العنب، اي حاجه، كلمه واساله كده ونشوف هيرد يقول ايه. هو بيستعد اهو، شايفين الموبايل بتاعي؟ شايفينه انت كده، فتحت الابليكيشن وبعدين هو بيجمع نفسه. ايوه. كونكتنج. ها، اشتغل ولا ايه؟ اهو اشتغل اهو. عايزك تكلمني باللغة العامية، تقول لي ازاي اعمل المحشي المصري. ما ردش. لا لسه. عايزك تكلمني بالعامية وتقول لي ازاي ممكن اعمل المحشي المصري. عايزك ترد عليا بالعامية وتقول لي ازاي اعمل المحشي المصري. ها، هو هنج ولا ايه يا مصطفى؟ ما هو طبعا هم منزلينه، انا هحكي لك هو ليه. عايزك تكلمني بالعامية وترد ازاي ممكن اطبخ المحشي المصري. طب يمكن تسأله سؤال تاني، يمكن لو سؤال تاني. لا 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 لا، هو ازاي اعمل محشي مصري؟ هو يمكن موضوع المحشي المصري ده هنك فيه. مش عارف ممكن تعمل المحشي المصري كان ازاي. اسأله على سؤال تاني، طيب ابعت له سؤال تاني. طيب طب لحد ما يشتغل يا مصطفى، يعني انت جربته بيرد عليك؟ يعني في، انا شفت كذا بيرد. تجربة. بيرد ممتاز. هو ويمكن الإنترنت بقى في مشكلة أو كده. فهو بيرد ممتاز وبيرد باللهجات المختلفة. هم عملوا ايه بقى؟ كونكتنج فيل. شفتي هو. طب هو استني في انا مشكلة في الإنترنت. طب لحد ما تعمل هقفله له وافتحه تاني. طيب لحد ما تعمل له كونكشن، يعني
هذه قفزة رهيبة، بالذات ان هو بيتكلم لغات مختلفة وبيتكلم بالعامية المصرية وبيتكلم يعني احنا بنتكلم على قفزة غير مسبوقة في عالم الذكاء الاصطناعي. دي هتكون مفيدة ازاي؟ هو طبعا انه يتعدى مرحله الكتابه الى مرحله الكلام، دي هتخلي التواصل ما بينه وما بين الانسان اسهل بكتير، وبالتالي استخداماته هتبقى كتيره قوي. يعني تخيلي ده ممكن يبقى بيرسونال اسيستنت للطلبه، الطالب يقدر يكون عنده المدرس الخصوصي بتاعه اللي عارف مستواه وعارف مفاهيمه وعارف قدراته، وبيذاكر له الحاجات في الأوقات اللي التلميذ عايزها. هل ده ببلاش؟ هل الابليكيشن ده ببلاش ولا بفلوس ولا ايه؟ الصراع اللي حاصل دلوقتي ما بين اوبن اي اي اللي هي بتمتلك الحصة المسيطرة بتاعتها هي مايكروسوفت، وجوجل رهيب. يعني مايكروسوفت واوبن اي اي نزلوا الموديل دوت قبل جوجل اي او بيوم. تمام. ففي طبعا جوجل عندها التكنولوجيا ديت، بس هي جوجل الفلوس كلها بتيجي من السيرش. نعم السيرش بينتهي دلوقتي، السيرش بينتهي بسبب ان احنا بطلنا نخش على جوجل، احنا بنسأل شات جي بي تي بيديني الاجابة على طول. فدي برضو دي هو ده التحول، انه جوجل ده سيرش التحول. اللي كنا بنكتب عليه ونحاول ان احنا نجد عليه اي معلومه، ان انا اي معلومه حتى في وسط البرنامج عايزه اسم حاجه معلومه رقم غيره اروح كاتبه جوجل سيرش، دلوقتي خلاص هكلم شات جي بي تي هيرد عليا في ثانيه بالعربي بالانجليزي. اللغه العربيه اخبارها ايه معايا؟ اللغة العربية يعني ما بتسمعيه للأسف، أنا مش عارف أعمل ديمو، هحاول دلوقتي. هي عاملة زي واحد خواجة بيتكلم عامية، فهتجدي فيه شوية حاجات، لكن هو ابن بلد. ابن بلد. استني ما أحاول تاني كده، خلي ما أحاول تاني كده. حاول تاني، بس هو غالبا في مشكلة في النت عشان بس وقت ممكن البرنامج. تشرح لي إزاي أعمل محشي؟ ممكن تقول لي إزاي أعمل محشي؟ هي في مشكلة في النت يا مصطفى، فهو مش هيوصل له الكلام ده. طب في مشكلة في النت. طب عايزة أسألك على أمر آخر. قول. يعني ايه ديب فيك نيوز؟ الان المذيعين اللي هم بالذكاء الاصطناعي اللي بيستخدموا من عدد من الدول، من في مقدمتهم الصين الحقيقه في صراعها مع تايوان، احنا ابتدينا نشوف حاجات غريبه جدا، ابتدينا نشوف مذيعين باشكال مختلفه يبدو وكانه مذيع حقيقي ويطلع يقول اخبار لا تقولها الصين مثلا او اي دوله بشكل رسمي، ويستخدموا هذا المذيع لتمرير اخبار غير حقيقيه او تمرير مثلا هجوم او استهزاء او نقد لدوله اخرى. يعني ما لا نستطيع ان نقوم به رسميا، بدل ما كان بقى فيه لجان وحاجات وبث، لا دلوقتي بقى فيه مذيع بالاي اي هو اللي بيصدر هذه المعلومات. كلمني عن القصه دي. استعمال الديب فيك بدأ بقاله فترة، يعني حتى قبل موضوع اوبن اي اي وتشات جي بي تي، بس كان بياخد مجهود كبير قوي عشان اطلعه كويس ويصدق. بتقنيات اللارج لانجوج مودلز دلوقتي انا ممكن اطلع صوت وصورة لإنسان لا يمكن تقدري انك تفرقيه عن الحقيقة مهما حاولتي، لو معمول كويس مستحيل تعرف. فبالتالي يعني انا ممكن، ثواني يا مصطفى بس، يعني اللي قدامنا دول يا جماعه دول هم دول الاي اي انكرز، دول المذيعين الذكاء الاصطناعي، هم دول مذيع الذكاء بالظبط. الاصطناعي، وفي تقارير كتيره بتكتب كيف تستخدمهم الصين لبث اخبار قد تكون بهجوم على دول اخرى، بالذات تريقه على تايوان مثلا، على الانتخابات، على هجوم انتقاد سخريه، تستخدمهم بشكل غير رسمي. طبعا هو ده منتشر. احنا عايز اقول لك هتتخضي من الرقم بتاع الديب فيك كونتنت اللي بنشوفه على الانترنت دلوقتي، بقت رهيبه. التايم لاين على كل المنصات بقى لا يقل عن 30% منه مخلق من قبل الاي اي.
بالذات على تويتر. يعني تويتر هو بيحاول يقفل كل حاجة إيلون ماسك لأن الروبوتس مبهدلاه. فلكن دلوقتي بقى كمان بقى تشات جي بي تي بتقدر انها تطلع، او اللارج لانجوج مودلز، مش بس تشات جي بي تي، بقت بتقدر تطلع صور وفيديوهات بالصوت والصوره كانها حقيقيه. ده هيقفل هوليوود، يعني هوليوود هتقفل حاجات لا، كتيره قوي. واحنا هنقفل احنا كمان، هيجي مكان هنا مذيع بالاي اي يقول الكلمتين وخلاص. والدكاتره والمحامين والمدرسين والسواقين يعني كم الاعمال اللي احنا لغايه دلوقتي على فكره مش مدركين احنا داخلين على ايه. يعني ايريك سميث الاكس سي او بتاع جوجل قال الهايب اباوت الاي اي قليل قليل لحجم اللي هيعمله. لكن معلش مصطفى، انت بتقول لي والدكاتره والمهندسين، لا بس دي هذه مهن تقوم على الحرفيه، هذه مهن تقوم على العقل، هذه مهن تقوم على يعني الطبيب لا يمكن ان تستغني عن الطبيب وتحطه معاها حد اي اي، المهندس لا لا يمكن ان تستغني ينفع، ازاي يعني؟ ينفع لان هو نموذج اتعلم كل علم الطب. يعني هديك مثال، وعلى فكره احنا في مصر عاملين، يعني في سنتر تبع وزاره الاتصالات واخد الاشعه من الاشعات من الدمرداش ومن القصر العيني، وعمل نموذج لاكتشاف السرطان اشطر من اشهر دكتور اشعه. لا الحقيقة ان احنا فانتي في، لكن كلمني على الديب فيك نيوز، يعني كنا دايما بنتكلم على الفيك نيوز، على الاخبار غير الحقيقية الكاذبة، احنا دلوقتي يعني ايه الديب فيك نيوز؟ ديب فيك يعني هي معموله بتفاصيل كتيره قوي بحيث ان انت لما تشوفيها تتاكدي انها حقيقيه. وهي دي الازمه اللي هتحصل، ان احنا مش هنختلف على الاخبار الزائفه، احنا هنختلف على الحقائق الزائفه. يعني هاجي اقول لك مثلا ثوره 23 يوليو سنه 1952 ولا 54، انت عندك مصادر وانا عندي مصادر، وتفرق دمه بين القبائل وتفقد الحقيقه. ده خطر الحقيقه كبير جدا، ان هو تفقد الحقيقه، وان احنا خلاص نبقى ما بين الـ مش بس الفيك نيوز، يعني لو احنا بنتكلم على حروب الجيل الرابع وكذا، احنا بنتكلم خلاص ده حروب اخرى، ديب فيك نيوز، الكذب العميق، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي على باستخدام الذكاء الاصطناعي. وعشان كده امريكا مش عايزه تيك توك يشتغل، لان تيك توك هيلعب معاهم في الانتخابات الجايه دي جامد جدا. شكرا زميلنا مصطفى ابو جمره، عايزين مره تانية نجرب بقى، تكون انت عندك انترنت قوي ونجرب، وممكن نجربها هنا في البرنامج، ان احنا نجيب تشات جي بي تي، كلنا بقى عندنا خلاص تشات جي بي تي على تليفوناتنا.